كوافير ما نحتاج كوافير، أكاديا موجود. مجموعة أكاديا للعناية بالشعر. عملي مهم لكنه متعب، يحتاج وقت واهتمام، وجزء من نجاح عملي هو اهتمامي بنفسي ومظهري. النجاح من أهدافي اللي تحققت، بس حتى استمر لازم أخطط الأهداف أكبر وأهم، لأني أستحق وكل إنسانة مثلي تستحق. أنت تستحقين شامبوكين. يا مساء الخير، مساء المحبة والسعادة والعافية وراحة البال والرزق الحلال على كل العراقيين وين ما يكونون. رمضان كريم، رمضان مبارك يا ربي، ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية والبركة. بالتأكيد حلقة جديدة من برنامج ليالي الرشيد على الهواء مباشرة من خلال شاشة العائلة العراقية قناة رشيد الفضائية، وتحديدا من بغداد الحبيبة من مول الدريم سيتي مع أروع جمهور وأروع مشاهدي اللي تابعونا ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام وايضا سناب شات ونضاف لها التيك توك وغيرها. بالتالي اليوم عندنا جوائز كثيره وعندنا رعاة اللي راح تقولها سجل، يعني ما حافظها كلها بالتاكيد. مساء الخير، الخير اكيد، ومساء الخير على كل اللي تابعنا ومنتظر كل حلقاتنا من برنامج ليالي رشيد كالمعتاد، حلقات متجدده وضيوف مميزين ايضا واجمل جمهور دائما وابدا من بدايه حلقاتنا لهذا اليوم. ويانا بكل حلقاتنا وهذا البرنامج برعايه اكيد شاي القاضي ومنتجات اكيد شامبو اكاديا ومعطرات رولا، كل هذه الرعاه اكيد عندنا جوائز مقدمه من عندهم للجمهور ولكل كل المواهب اللي دائما يشاركون ويانا بهذا البرنامج. اليوم ضيوفنا كلش مهمين وحلوين يا عمر، اكيد اكيد، وعندنا نعم. مجلهم بعد شويه اللي اطفالنا الاعزاء راح نقدمها لكل الحاضرين ويانا. بالتالي أكيد. احنا والجمهور نرحب بضيوفنا الاعزاء الفنان والنجم العراقي احمد البابي، نسمع صفقه. رمضان كريم عليك. رمضان كريم وينعاد عليك بالخير والصحه. على جمهورنا الجميل اكيد وعلى العراق الفرقة الموسيقية ولعيونكم استاذ عمر، تحياتنا لك اكيد. وعندنا ايضا ضيفنا المميز الثاني اليوم راح يشاركنا بكلمات الحلوة، الشاعر احمد العتابي. رمضان كريم واكيد نورك. رمضان كريم علينا وعليك بالخير يا ربي، واتمنى اكون خفيف الظل عليكم. يا هلا اليوم منورينا اكيد، انت النور سيدي، راح تكون مساجله حلوه بيناتكم اليوم. قلبك حبيبي استاذ عمر، الجمهور متعطش اكيد يا عمر يسمع الكلمات الحلوه والصوت الحلو. اتشرف اتشرف. شلون الطرق اليوم؟ طبعا بالمناسبه بدت يعني ايام العيد. نعم. قربت. نعم. والناس بدت تطلع وتتبضع والشوارع ما شاء الله بغداد مكتظه بالناس. نعم. والمتبضعين، وايضا نوجه تحيه لكل القوات الامنيه اللي متواجده بشوارع وازقه بغداد، مسويه ازدحام شويه بس الامن اهم كل شيء. لذلك ايضا اوجه تحيه لكل السكيورتي اللي متواجد ويانا. نعم. بمول دريم سيتي حتى يوفرون الامن والحمايه لكل الناس. بدايه وقبل كل شيء نبدي ويا يا احمد من عندهم، احمد عتاب. هم اثنين سوا. نشاطات الزميل المخرج يقول نريد نشاط سريع بدون اي اسئله، لانه احنا فعلا اي حوارات الجمهور متعطش وتاخرنا عليهم. لذلك مباشره مع احمد العتابي وايضا احمد البابلي اغنيه يعني شعر صار صار موال سمعنا بالبدايه. راح اسمع ابو ذيات. يلا نسمع يلا. ابو ذيات يلا. نسمع صفقه بالبدايه من عندكم اكيد. اي تقول انتهى. اي انتهى موضوعك وعفت ولا رد. انتهى انتهى موضوعك وعفت ولا رد الك وي خبر لا ترجع ولا رد بعد ما ود اشوف فنك ولا اريد جيتك حتى لو بالطيف لي. اجى العيد وخلص رمضان بيهن ما ذكرتيني. الله
شهر كامل ما يذكر. اجى العيد وخلص رمضان بيهن ما ذكرتيني، العالم فك حزن هالعيد وانا القهر عامين. لجل بعمر ضحيت سهرت الليل وبجيت، يقول لي غيرك لقيت ما عنده وفيت ما عند. طبعا رخصتكم صحيحة. لجل بعمر ضحيت سهرت الليل وبجيت، يقول لي غيرك لقيت ما عنده وفيت وما عنده وفيت. مثل الدمعة على الأيام اللي قضيتها بحبك، سابع بعد ويمي يلقى حساب يا مربى. مثل الدمعة على الأيام اللي قضيتها بحبك، سابع بعد ويمي يلقى حساب يا مربى. تعالوا شوفوا يا ناس حبيبي بالقلب قاس، الله ما عنده احساس ما عنده وفاء وما عنده وفاء. تعالوا شوفوا يا ناس حبيبي بالقلب قاس، الله ما عنده احساس ما عنده وفاء ما عنده وفاء. وين الصبر وين الصبر يا شباب؟ ليه عجاو عجاو مجنون احبه سابي الكون، تالي عوفني شلون ما عنده وفاء ما عنده وفاء. كنت بحبه مجنون احبه سابي الكون، تالي عوفني شلون ما عنده وفاء ما عنده وفاء. ما حاسب يجف ديام حبيبي الكل عشره، مو سهله علي اشوف روحي من تتبرى. ما حاسب يجف ديام حبيبي ينكر العشرة، مو سهلة علي اشوف روحي من اللي تتبر. تعالوا شوفوا يا ناس حبيبي بالقلب داس، طلع ما عنده احساس ما عنده وفاء ما عنده وفاء. احمد العتاب هيك شيء تعطيه مجال؟ ابد ابد حبيب ما اعطيك مجال. ها على طاري على طاري هو أوكي. قال ما عنده وفاء. زين انت شو تقول له اذا انا قبل لا اقول له قبل لا ما عنده وفاء راح ارجع ما عنده وفاء اجاوبك عليه. بس قبل كل شيء ودي انا اقرا شيء الاستاذ عمر، انا احبه هواي. يا بصبولي بلا جعلك تستسس بدون القلب. هاي شنو هاي؟ يستاهل صفقه ثانيه استاذ عمر. هذا اسمع من جمهورنا هاي خيانة اليوم. احبه هواي يعني اول مره سسجة بعدين انت ارجع لك حتى واتت على علينا سسجة. زين استاذ عمر من المتابعين اللي فاحبه هواي، فاقول له اقول لبست اجمل هدم عندي، لبست اجمل هدم عندي ولقيتك قاعد قبالي وحضرتك بالحسن آية. بقيت وداعتك محتار أباوع بيك لو باوع بالمراية، أباوع بيك لو باوع بالمراية. سمعوا اللي صفق السعر بس نرجع ما عنده وفاء. أي نجاوب بما أنه الشعر رسالة، فعندي رسالة أتمنى توصل من خلال طيب قناة العزيزة والغالية قناة الرشيد. قصيدة تقول خنتني خنتني وعلى الرغم حالف لي بالعباس، خنتني وعلى الرغم حالف لي بالعباس وقلت ما ابتعد لاخر نفس. تذكر صحيح انا سكتت صحيح انا سكتت بس حوب تتاذيك، والعباس تعرف بالحلف يسطر. هسه تغيرت هسه تغيرت تعبر تدير العين، جنت تتمنى كلمه لو علي تعبر. واتذكر بعد يل كذبت بالشوق الخاطر نظرة منش قد شنت تنذر. قعدتك ببالي وانت قدرك قاع، شنت مو بالي لا بخيالي ما تخطر. قعدتك ببالي وانت قدرك قاع، شنت مو بالي لا بخيالي ما تخطر. نطيتك دمعي كله بوقت شحة ماي، رغم غالي الدمع ما نزل فوق الخد. شنت تارس عيوني وداعتك يا هواي،
بس انت شوفك ما اشوف احد، ما ثابت بطبعك، ما اعرف شو تريد. مثل الشط حضرتك، لو جزر لو مت. جاوبني جاوبني من سولف، قل لي ساكت ليش؟ حتى العين ترمش لوحك المروه. الله عليك. بارد بالملاقه وياي مدرش بيك، بارد بالملاقه وياي مدرش بيك، مثل طبع الثلج. لا ابرد وابرد. شنو اقول انا وحضرتك فراش؟ شنو اقول انا وحضرتك فراش؟ حتى قبالي لو مريت تتمرد، قطعت الظن بعد ما اريد عنك طيف. لو انسيف بحياتي وحضرتك مبرد، نويت نويت ببالي حطن باب خاف تعود، نويت ببالي حطن باب خاف تعود. حتى بوجهك اول ما ترد ينسد، حتى بوجهك اول ما ترد ينسد. راد واكتب عن جمالك ما لقيت. هاي العمر غير يكملها العشور. راد واكتب عن جمالك ما لقيت، انت لو يمك قمر قال اعتذر. ردت ابوسك وانت يمي واستحيت، جام خدك بس ابوسك تنكسر. حمان ابوسك طيب. الغيره كبد رام والقلب مخزن مخزن، ولك عشق بوسط هالروح مخزن. اذا حبيت غيرك هاك مخزن، مخزن ابو 30 طلقه وفرغه فيه. اخف من الفراش اشفاك ورقه، وربيع الشوق منك طلب ورقه ورقه. قلت لنطيني بوس انطيك. ما سمعت بس ورقه كلهم اكثر. قلت لنطيني بوس انطيك. دفتر 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 ورقه. كملها. واذا حلق بحلق دفتر هديه. الله بدي يا حمود. بدي قمت اجمع اللوعات ورق صيف قلبه، وقمت احسن صيف ورا. بدي قمت اجمع اللوعات ورق صيف بقلبه، وقمت احسن صيف ورا. صيف عشرته ويا الاحزان ايتام ورصيف، وعشرته ويا المصايب للمنيه. حبيبي سلام. مو يتيم اللي ابوه يموت منه ولا تموت امه، مو يتيم اللي ابوه يموت منه ولا تموت امه، بس يتيم القعد نص الليل ما يلقى الولف يمه. تريد تدمر اعصابي على بغته، لعبة لك صاير شبابي على بغته. تريد تدمر اعصابي على بغته، لعبة لك صاير شبابي على بغته. تقعد قبال وتدرى حبك تحسو يا غير شقاس قلبك. تقعد قبال وتدرى حبك تحسو يا غير قاسي قلبك. أظنك راض بعذابي على بغتك، أظنك راض بعذابي على بغتك. بعد 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 بعيون احس ما اشوف، من ما اشوفك من ما اشوفك. تقعد قبال وتدرى حبك تحشو يا غير شقاس قلبك. تقعد قبال وتدرى حبك
سمعت ويا غير قاس قلبك أظن إنك رابط عذابي على بغتك أظن إنك رابط عذاب على بغت تركض تجيب سلاح تركض تجيب سلاح وتهد علي وتهد علي تقعد بظل وتدرى حبه تشوي غير سقاس قلبك تقعد بظل وتدرى حبك تشوي غير سقاس قلبك أظنك رابض عذابي على بغتك أظنك رابض عذابي على وقتك. الله روعة أغنية الهوى السريعة. هاي الأغاني اللون هذا مختلف أحسه عن باقي الأغاني اللي هي خلينا نقول إيقاع الهوى. ذكرتني بأغاني علي محمود العيساوي قديمات القديمة تحياتنا له. آه آه دوارة دوارة آه يا زماني أكيد. هاي الأغاني نفس الإيقاع نفس أعتقد حتى المقام أكيد قد ما هي عزيز. قديمة يا عمر بس حلوة. إلها تبقى صح. يعني أنه هي حلوة ونحب نسمعها أكيد. فعلا بالتالي اليوم أريد أسألك بما يخص الأغاني الحديثة. تحس اليوم الأغاني الحديثة اختلفت جذريا عن أغاني التسعينات؟ يعني اليوم أكو ألوان قريبة على أغاني التسعينات خلينا نقول الثمانينات وأكو لا مختلف. الجواب راح نسمعه من عندك أحمد البابلي أكيد. لكن بعد بس ناخذ فاصل ونرجع أكيد نكمل وياكم.
رجعنا لكم مشاهدينا ومتابعينا، استرجع صوتك زميل المخرج، وبالتالي مع هذه الأجواء والأمسية الجميلة ومع ضيوفنا الكرام أحمد البابلي و الأحمد يعني بالتالي سألتك قبل الفاصل اليوم عن الأغنية، وكل فنان اليوم عنده لون مختص به هو على المستوى الشخصي، عندما نستذكر بعض الفنانين المخضرمين يعني ياس خضر، حميد منصور، أكيد كل من إلى لون خاص به. اليوم عندما نتحدث عن أحمد البابلي وسمعت أنا بأغنيتين لون ما مختلف، يعني ما سمعنا الوحدة الكبيرة أو السلورم بهاي الإيقاعات البسيطة الطربية، فاليون اللون المختص به اليوم أحمد هو لون ثابت لو ممكن يغني كل الألوان الغنائية اللي موجودة بالساحة؟ لا أكيد كل الألوان، بس زين. تقريبا احنا مختصين بهذا. انا طبعا اخوي الفنان الكبير اوجه له التحيه، الاستاذ الكبير محمد البابلي اخوي واستاذ علي البابلي بالتاكيد من خلال شاشه الرشيد الجميله، رمضان كريم يعني ان شاء الله. صراحه من يسمعون هذا الصوت يقولون هذا لو محمد البابلي لو احمد البابلي يعني إيه؟ قريب اصوات اي والله اي والله يعني وين ما نغني يقول يسمعون يقولوا هذا لو محمد البابلي احمد. قصرت اليوم، كان ما خلينا ويا احمد، خلينا احمد ويا غير فنان وجبناكم احمد ومحمد اثنيناتكم حتى يجي ان شاء الله. ان شاء الله. خليني اسالك اليوم عندنا احنا اليوم شعراء هوايه يتميزون بكلماتهم بشكلهم بكل واحد الى لونه، اليوم لونك شنو هو المختلف والمميز غير عن الشعراء الباقين؟ ست هي بالنسبه للشعر، الشعر احنا الكم عندنا موجود هواي أوكي. بس هو المشكلة التميز يبقى باللون، يعني كحالة حال الفنانين بالغناء تمام، فكل من يشق طريقة يعني هو الشعر موجود قلت لك والشعراء هواي، بس من الصدف والشيء الجميل والذكاء الشاعر من المفروض يتخذ إلى لون لون ثابت وخط ثابت يمشي به، فهيك بهالشكل هذا الواحد لازم يكون يتميز عن بالضبط. غير عن اللون بالضبط. فأنا لوني واضح يعني أي. وانت لونك اليوم واضح ويانا زين. احنا عندنا موهبة هسه موهبة غنائية ممكن راح تروحين ها؟ راح تروحين راح اعوفك صدق؟ والله عود شوف احد يقدم وياك يعني يلا نسمع صفقة الف بين المايك يا عمر تعال المايك عندك يا مرحبا شلون الصحة؟ شنو الاسم؟ ياسر ياسر شلونك؟ ياسر من بغداد ياسر على هذا الخط وعلى هذا وعلى الكاميرا حلو بيات الله ايش راح تسمعنا ياسر اليوم؟ ان شاء الله على ذوقكم اسمع يلا زي. نسمع من عندك كرد الله بس راح نشوف راي الجمهور وراي الفنان والشاعر انا اذا صوتي مو حلو بعد استعجل هم تحياتي لعيال اللي حضروا يا جميل يا جميل ما يجاملون لا اكيد ما يوم انا عوفك يا ضو العين ودايق في غرامك صار لسني ما يوم عوفك يا ضو العين ودايق في غرامك صار لسنين قمت ارسم صوركم بالترابين اشيلك من صف انت بقلبي القاك ما لحقت احبك خاطر انسى يلا سيف ما لحقت احب خاطر انساك ما لحقت احب خاطر انساك هي هن اثنين هن ما رمينا وياك ما لحقت احب خاطر انساك وانت بنص حياتي شلون انساك اغاتي وانت بنص حياتي شلون انساك اغاتي انا خلافك طفل ومفارق امه مثل اعمى بدرب والدنيا ظلمه واخرج ما نطق ما حد يكلمه شلون انساك غاتي وانت بنص حياتي وما قل لك احبك والله واد هن اثنين هن ما رهم انا وياك ما لحقت احب شالو شالو يلا ايدك 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 هلا يلا اسمع صفقه الك الحركة. أنا مو الحركة ها. بس أردفتي كم مفتاح شاي هاي سويت السيارة السيارة مفتاح الغرفة مفتاح القاطع محلات كلنا وياي ذكرتني بعد الإمام عياد كبرت شلون شايفه؟ هذا صحيح لا ما شايفه؟ لو ذا بن محمد بس صالح هو مو عادل امام تحياتي لكم شكرا بس هو حلو؟ موهبه انا اشوف حلو والله صوته جميل والله جميل والله جميل يا حبيبي يعني احنا نتمنى جميل حلو اكيد يا عمر بدون مجامله الموفقيه لك اكيد عصر نسوي هسه ساعدنا بنيه يمكن ويانا موهبتنا يلا وين الموهبه اللي ويانا الثانيه
يلا نسمع صفقة إلها. مرحبا الزميل مايك كمج على الكاميرا هاي. تعي هنا يا امي. نعم على الخط على الخط. شنو اسمك؟ لا لا صوتكم شبي شفتوها حلوة قبل هيك طلع صوتكم خزيتوني. أنا إيش قلت لكم؟ مو قلت لكم فهمي. شنو اسمك؟ نغم من بغداد. نغم؟ نغم. نغم أنتي راح تقدمينا شعر. شعر. غزل نغم. لو فراق لو شنو؟ شوفي. شوية حزين. شوية غزل. مو مشكلة. يلا. قاعد شعر. أي. أهم شيء مو الكتابة. الإلقاء. الإلقاء. وشلون توصليها بطريقه يلا. صحيحه للمتلقي والمستمع. نسمع صفقه النغم يلا خلينا نشوف ايش راح تقدم لنا. اقول لو باقين قرب المايك لو باقين غربه اي لا تطورني شاهست ولا شي بينا يوجعني ضمينا الخبر عن ناس مبتعدين بس قالت ملامحني كلهم بالبدايه طاخ ويبهتون مثل سوالف الحنه وش بيدي على القلب لوحن واضح من ملامح وجهي متغيرين اللي يقول لي فلان وين اصفا لك لو ادري النهايه هيك راح تصير شاباقع لك انت السلام احسن ورغم كل شيء بعد نشتاق وتامل تصاويره ورد فشلان كان فشلت لجمل هوف ولكن خانه تعبيره يعرف بي لا انساه وشبعنه ولا مثل البشر لو راح احب غيره. حلو. صفقه لها. انا رايي هذا اقول حلو. ما شنو؟ اكيد هي القصيده يمكن الراد ابو فتيان. علي منصور. علي منصور. تحياتنا لك. الف تحيه ابو لك. خلي سامحنا عليها ابو لك. تحياتنا لك. شنو رايك؟ العبانه انت كاتبها يعني كاتبها. لا انا ما اكتب. جميل جميل. انا موهبتي تقديم البرامج بس احب القي شعر. حلو يلا. بالتوفيق. شنو رايكم بها؟ حلوة؟ شكرا شكرا. خاف على موت حلوة قلتوا ايه. يلا نسمع صفقة إلها تفضل. تحيات. زين. نورتينا هسا. أقول لك عمر شو أنت قدام عيني تقول والله الصراحة إيه يعني حلو قدمتي. شوف باوع يعني صار ساعة تقولين عليها حلوة لأن حلوة أنا ما حاكي. صح لو لا كلامي لا لا ما حكى ما حكى لحظة لحظة لا لا ما حكى أنتوا شنو شفتي مو صح قال حلو عبالك أنا ما شفتك أنا ما حكيت شيء بس أنا باوعت على الجمهور فالجمهور مرات هو يحكي بمكاني حلو لو لا إي لو لا اصلا انا هسه راح يسمعني شعر عن الحب والغزل صار ها بما انه تردين غزل اي صار بما انه قناة الرشيد غالية وعزيزة الصراحة اليوم ارتيت أنا أقرأ جديد لكم خاص يعني حصرا القناة الرشيد حصرا ولضيق الوقت أي حبيبي لحسين يعني الموقع الإلكتروني شوال موجودين بالموقع الإلكتروني هاي حصرية هاي القصيدة حصرية لقناة الرشيد اسمها شنو بالضبط شنو هو اسمها؟ غزل ماله عنوان العنوان مالتها تقدر تسميه جمالك جمالك بكشي يعني مو جمالك بالضبط اي من جمالك من جمالك يلا اسمعها او من جمالك فارتئيت ان اقرا القصيده حصريا زين القناه الرشيد ولهذا السبب يعني لضيق الوقت العفو نعم. فتعرفون انتم بوابه التوصيل هي الحفظ فاليوم انا شويه سامحوني حلو جدا حلو شويه راح استعير يعني ما في كل الشعراء يستخدمون التليفون ماكو مشكله يعني ممكن هو كلمه وطريقته فانا ما احب هاي الطريقه لكن لضيق الوقت فقط تقول من جمالك تقول من جمالك روحك مخيله عليك من جمالك روحك مخيله عليك وحتى المرايه عليك مخيله والمن التبذير والمن التبذير لا تتعطرين والمن التبذير لا تتعطرين طينتك من الإله مهيلة تحلم الكحلة على جفون اشتبات تدربيك من الله من جمالك روحك مخيلة عليك من جمالك روحك مخيلة عليك وحتى المراية عليك حتى عليك المراية مخيلة من جمالك روحك مخيلة عليك عذرا يعني البوابة الحفظ فقط من جمالك روحك مخيلة عليك وحتى المراية عليك مخيلة والمن التبذير لا تتعطرين طينتك من الإله مهيلة تحلم الكحلة على جفون اشتبات تدربيك من الله انت مكحلة لأن عندك وجه آية من الجمال
من نشوفك بالعيون نرتله والنزاكل عندك منتبدلين الشمس شو يمش نحسها مبهذله والنزاكل عندك منتبدلين الشمس يمش شو نحسها مبهذله انا شكن بالقمر انا شكن بالقمر طالع عليك انا شكن بالقمر طالع عليك بس فرق شي واحد بس فرق شي واحد انت اكثر ضوى انا ما شم الهوى واشتم هواك انا ما شم الهوى واشتم هواك لان عطرك انقى من هذا الهوى انا اشبك صورتك لور التطيب انا اشبك صورتك لور التطيب من عرفتك ما ضق الطعم والدوى انا اشبك صورتك لور التطيب من عرفتك ما ضق الطعم والدوى انتي انتي مو يمي وشهقك من بعيد انت مو يمه واشهقك من بعيد تخيليها شلون من نقعد سوا تخيليها شلون من نقعد سوا صح لساني اي احمد البابي برافو عليك حظنا حظنا نحبه وما قعد ويا يا شو تسوي اذا ما يقعد ويا شو تسوي له نحبه وما قعد ويا حظنا وجنة من الدف وحسيت ولك حظنا ما راي الطمح بس ردت هاي كيفولة ما رايت طمح بس ردت حظنا من حظنا بعد شيفك من دي يا حمودي حبيبي حبيبي اقول لك ترى غلطة ترى غلطة ترى غلطة وعليها هواي متندم ترى غلطة وعليها هواي متندم من شفت الحمام يطير ويدردم بعد ما اندم على الصاحب اش ما طاح وانا صغير احس بروحه متقدم مو شغلة علو مو شغلة علو بس ربع ناس خفاف تركض للرخص وتعوف المهندة كل ساعة احترق بس انا مو شبخور بس يخلص رماد النوب يطفى بساعة من قد السوالف من قد السوالف ما أميز الناس شا سولف والعتب يبس هروش القاع شا سولف والعتب يبس هروش القاع استاذ عمر هاي للوالدة العزيزة تستاهل ربي يحفظ كل أمهات العراقيين والوالدة أيضا عشر فدوات عشر فدوات اروح الشيلة امي عشر فدوات اروح الشيلة امي ويا هذا الفضل كله يعود لامي لما ردت خالات تبكي لي على ام عزيزة وغالي ام علي بما نقرت علم علمودك علمودك ربك الدنيا شملها علمودك ربك الدنيا شملها يا من بس انت بالجنة شملها قال امك تملها شملها قلت وام النفس ليدور بي قلت وام النفس ليدور بي بدور اكتني بس لا تنكر العشرة قلب اللي تعلق بيك لا يكتب اقتلني بعشر طلقات بس لا تنكر العشرة قلب اللي تعلق بيك لا يكتب ولا يقرأ دعائيك أعرف لها أعرف بالعشق خبر شربتك دمع عيني ناثر لجلك سنين وين تريد وعديني صرت لك خيط والأبرة أهلك وأهلي خليهم ما نذكر ساميهم أهلك وأهلي خليهم ما نذكر ساميهم شعلينا بعد بيهم كل من حاير بأمره اقتلني بعد
عشر طلقات بس لا تنكر العشره قلب اللي تعلق بيك لا يكتب ولا يقرأ. الله صح لسانك وعاش صوتك واحسنت وابدعت. اليوم امس ما يعني اسعفنا الوقت لذلك ما لحقنا نقدر نقدم الجوائز، خاف اسهم يفوتنا الوقت وبالتالي ما نفرح الناس بالجوائز الرمضانيه. استاذ عمر قبل الجوائز بما انه تردون انتم توزعون جوائز تمام؟ زين اليوم من الصدف انا اقلب بالستوريات اتابع استاذ عمر ومتابع سسجة، اقلب بالستوريات فشفت ستوري السسجة فتقول اليوم انا عيد ميلادي باكر باكر اذا جايب هديه عادي تمام. ها انا هديتي شعر اختصرتي لك انا هذا اللي اقدر مفاجاه يعني حضر هديه قبل اكيد 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 محضر. فمن اجيت بالطريق فكتبت السسجة طبعا قبل كل شيء نطلبه من الجمهور تستاهل سسجة سمعونا صفق السسجة كمان عيد ميلاده يلا السسجة اقول اليوم ميلادك اليوم ميلادك اليوم ميلادك حرت شهدي لك اليوم ميلادك حرت شهدي لك من فدوى روح لضحكتك واغدي لك اليوم ميلادك حرت شهدي لك من فدوى روح لضحكتك واغدي لك صارت قديمة الشمعة مو للحلوات صارت قديمة الشمعة مو للحلوات لازم انزل نجمة وتضوي لك لازم انزل نجمة وتضوي لك منورة الرشيد البلوى سجاوة كلش حلوة منورة خلنا نسمع من الجمهور ها منورة الرشيد البلوى منورة الرشيد البلوى سجاوة كلش حلوة منورة الرشيد سجاوة كلش حلوة ببيتكم ظله وبعد لا تطلعين بس اشرى احنا نجيب ونودي لك اليوم ميلادك حرت شهدي لك صار هالشهر سسجة توزع جواز بما انه قال استاذ عمر اي سمعوا هذا الدامي اقول لما قريت ابيات لما قريت ابيات عنداني غايه لما قريت ابيات عنداني غايه حتى انتم تجيبون كلكم هدايا بدو العمر تستاهل تريدين تريدين هدية النجمة الضوي لو الشمعة لو الذهب أنا أريد هدية إنه أنا كل سنة أكون ويا أروع ناس وتتحقق مو بس أمنياتي تتحقق كل أمنياتكم وإن شاء الله يا رب الله يطول بعمركم أنا كلش أشكرك بدو العمر تستاهلين 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 أنت كمل مالك شغل تقدم أغنية غير ويا صورتك والعشرة ذنبني انهين طبعا اقدم تحيه طبعا من خلال قناه رشيد الفضائيه النجم العراقي الاستاذ الكبير عقيل موسى طبعا دزلنا مسج واستاذ محمد البابلي واستاذ الشاعر الجميل مالك السلطاني الفنان الجميل جاسم العطار يلا شنو راح تقدم صورتك والعشره ذنبني انهين طبعا انا جايب رق وياي ما طول عيد ميلادك شنو هو جايب؟ رق رق حتى اعزفي الك هسه هسه الك صار زين مو بس انا صورتك والعشره جوالات هاي مال جوالات صورتك والعشره شو ما اسمع ما اسمع صورتك والعشره صورتك والعشره ورا ظهرك من راحت ببيتي اليوم 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 ابشركم نسيت الخاني طبعا الحجه فرحانه اليوم ابشركم نسيت الخاني اشمارت مارتي انا ما ادري ايش مهني يفيد السلام نسيتك بعد ما يفيد السلام وقت الادغال وهسم والاحترام عشان
حرت وجهي بغيابك وانا ديره حرت وجهي بغيابك وانا ديره اخلص حيره وابدي بغير حيره عشو 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 ابدعت شلون شنو فاهم ابدعت ابدعت والله ابدعت وانتو حلو بالعزف على الرق انا استغربت انه حتى كمان اعزفاني حتى هو حلو كل شيء حتى كمان عود كل شيء شوف والله ايش مقطع صغير يلا شوف والله يعني اليوم هنسمع صفقه دقيقه راح نكسر على علي القمر اليوم راح نكسر على علي لا لا بالعكس استاذنا الكبير علا استاذنا لازم شويه ندهر احنا زين يلا يلا تقول شوف الناس شوف الناس بغيابك يا رحن الظهر يا الصدق بس هجرك يا رحن تعال وطيب العلة الجرح بس انت تندل ليش تزيد البلة طحت وبجيتك اتعله غيابك كل شي ما خله تعال ارجوك بس شوفك يا رحن زرع ذابل وحسك ما يلي زرع ذابل وحسك ما يلي يا قلبي يا قلب الحزن خلي يطول وان هاك صورهم ما اقل لك جوز يا قلب الحزن خلي يطول وان هاك صورهم ما اقل لك جوز وان هاك صرت اتعب اذا جر نفس وانهاك مشو شايل سم الله بين يدي الله يسلمك الله يسلمك احلى صفقه احلى كلام واحلى عزف حبيبي 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 يعني عاجل يديك ما شاء الله العراقيين دائما يعني فنانين بكل شيء يا لا انا خايفه بس لا يقول لي هسه انا اقدم برامج ويجي هنا بدال ويقول لي قومي حق شلونك تقدم برامج اكيد اكيد انتوا خليك تخدم الحلقه اليوم اسحبوا لنا كل واحد اسحب لي خمس اسماء يلا يلا حبيبي خمس اسماء بسم الله اسحب اي شنو الاسم اللي وياك ماشي خمس اسماء يلا حضروا لنا جوائز خطوتين من جوا من جوا خطيه اي اي حلو خمسه يلا. خمسه اول اسم يمك شنو هو لا انت اقراهم قل لي عليهم احمد عادل احمد عادل موجود احمد عادل موجود هشام وين احمد هشام شنو جوائز قربيه بس هشام مكتوب شلونك يا احمد اعطيني اكيد هاي من هشام فقط غير تكتب اسم الوالد ربحت ويانا انت شنو الاسم اللي وراه هشام هشام شنو فقط هذا ما ينحسب معناته ما ينحسب هذا مضروب الاسم حسن كاظم حسن كاظم حسن كاظم كاظم وينك يلا يا حسن تعال يلا. بعد الاسم اللي ويانا خالد سليمان هاي خالد من منتجات اكاديا شلونك حبيب يلا اهلا وسهلا خالد سليمان اجاك خالد خالد انت ويانا في الجائزه قبل هالمره بس ما نقدر سوري سوري الاسم ما يصير يلا غيره علي قمر جدا هاي من ضمن قوانين البرنامج حقك علينا صدق والله علي قمر والله سجى علي قمر علي قمر منو هذا علاوي علاوينا لا هاي مضروبه منو علي قمر ماكو غيره من الاسم ورا البرنامج لك الاسم يلا. ايه اعطينا شوفني غيره رقيه علي رقيه علي موجوده رقية علي رقية علي رقية علي موجودة رقية جتش رقية يلا يلا بعد هلا وهلا وهلا أحمد راضي يلا بعد جات أكاديا هاي جاء أحمد منو أحمد راضي خب مو الكابتن أحمد راضي الله أحمد راضي أحمد راضي موجود يلا موجود والله عدل بعد منو نورهان عمر نورهان عمر أحمد نورهان يلا تعال أحمد راضي أنت يلا حبيبي نورهان عمر شركة أثمار مصطفى حسن مصطفى حسن مصطفى حسن موجود ولا نورهان موجوده ولا نورهان موجوده نقدر نغير الاسم كرار الحجي شنو اسمك يلا دقيقه يا تمام. مصطفى كرار الحجي كرار الحجي يلا راح اعطيكم اثنيناتكم ولا تزعلون يلا. اوكي هاي كلها اكيد مقدمه من اكاديا ثواني بس كرار الحجي واحمد راضي كرار الحجي واحمد راضي زين نعوض الاسم باسم ماشي منو شنو اسمك دقيقه دقيقه اخر شنو الاسم اللي قلته
كرار الحجي احمد راضي. كرار الحجي انت؟ اي احمد راضي استلم اكيد. زين اعطيني جنسيتك. عمر مصطفى. يلا هاي اكيد عمر مصطفى. هات القاضي عمر مصطفى. عمر مصطفى موجود؟ إيجي. يلا بين ما يجي بس دقيقه رزان علي صفا. لا 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 هذا صعد ويانا قبل هاي المره على الستيج. رزان علي صفاء. نغير الاسم. انا قلت لكم اتذكر كل شيء. سعد ويانا صح؟ علي. لا رزان علي صفاء. رزان علي. لا انت طلعت قبل هاي المره. لا ماكو شيء. رزان علي وينها؟ ماكو. يلا اعطينا اسم ثاني. ماشي اسحب احمد البابي. عباس حسن. منو؟ عباس حسن. عباس حسن موجود. عباس. يلا يا عباس تعال اعطيني جائزه. هاي من منتجات رقية صلاح حسن. أكاديا. رقية صلاح حسن. هاي رقية صلاح حسن جتي. يلا عباس حسن قلتوا اسمه صح؟ اعطيني جائزه له. ورقية اخر اسم. اي رقية. هاي خلاص دقيقه دقيقه. هاي من شاي القاضي و قهوة القاضي. جت رقيه ست بالنسبه لعلي قمر. هم طلع اسمه شنو بعد اسم رقيه. اي رقيه هاي جت. وينها رقيه؟ اهلا يا رقيه. هاي اخر جائزه معناتها مو لو شنو اي اخر جائزة. هاي من منتجات اكاديا. نسمع صف قليل كل اللي كانوا موجودين ويانا. مخرجنا العزيز عندنا شقد وقت حتى خلص والله الوقت. خلصنا. عبرنا اصلا لذلك حصل لكم شيء اليوم. كلمه اخيره بمناسبه شهر رمضان و أكيد مقبلين على العيد. شنو أمنياتك؟ شنو القادم من أعمالك اليوم أحمد البابلي وأيضاً أحمد يعني على المستوى الشعري وعلى المستوى الغنائي؟ شنو الجديد اللي راح تقدمه للجمهور بالعيد أو بعد العيد؟ فيديو كليب عدي ورا العيد إن شاء الله. إن شاء الله. والله قاعد أشتغل بيه على العيد. راح تنزل هم أغنية كلام شاعر الكبير مالك السلطاني. تحياتنا. أريد نسمع على صفقة طبعاً هو خلف الكواليس قاعد أستاذ مالك. تحياتنا. شاعر مالك العراق الجميل. يلا نتمنى لك الموفقية أكيد وإحنا بانتظار هذا الشيء. كلمة أخيرة. أما بالنسبة للجديد فهو جديد هواي. بس تعطوني وقت أقدر أقرأ شوي. وقت احنا يعني مشكلة يعني خلص خلاص ما محظوظ. احنا نسمعك اكيد بمواقعك ونتظر جديدك. فدوى القلبك. فدوى القلبك. شنو امنياتك؟ شو تريد تقول كلمات؟ والله نتمنى عم الامن والامان على بلادنا الحبيب. ماكو احسن من هالامنية هاي. ويحفظ الوالد والوالدة ان شاء الله. ويا رب للجميع يعني مو بس ان شاء الله. انتم نورتونا اليوم وكنتم مبدعين. حلقة حلوة ومميزة بوجودكم اكيد. اتمنى لكم الموافقية يا عمر. اكيد وصلنا لي نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شو تريد تقول؟ أكيد تحية لكل الموجودين الفرقة الموسيقية وللجمهور ولكل من يتابعنا. جوائز أيضا. نعم. المجلات عندنا راح نوزعها للأطفال من عمر 10 إلى 15 سنة. بالتالي وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. باشر انتظرونا بس الموعد ساعة بالعشرة من برنامج ليالي رشيد. أكيد ضيوف مميزين ونقول لكم في أمان الله. باي باي.